إذا عنده أيتام ربيهم في بيته وهو متكفل بالنفقة عليهم يخرج عليهم الزكاة. إذا في واحد يخرج صدقة شهريا لأيتام خارج البلاد أو داخل البلاد هل يخرج عليهم زكاة الفطر؟ الجواب لا، لأن هذا أصلا ليس كفالة اليتيم، وإن كان سموه كفالة اليتيم هل ليس كفالة اليتيم؟ هذه الصدقة تصدق فيها كل شهر على أيتام. كفالة اليتيم أن تأتي به إلى بيتك وتربيه، وعادة يكون هذا اليتيم قريب من أقربائك، كأن يكون مثلا أبناء أختك مات أبوهم زوج أختك فيتربون عندك في البيت مثلا، أو ابناء أخيك مات أخوك تربوا عندك في البيت، فهذا تخرج زكاة عنه، أنت مربي عندك في البيت كافله كفالة كاملة. أما واحد تصدق عليه شهريا كل سنة يتكرر السؤال، أنا كان في الأيتام اثنين ثلاثة خارج البلاد طلع لهم زكاة فطر؟ لا ما طلع زكاة، ما يلزمك، لأن هؤلاء أصلا أنت لم تكفلهم وإنما تنفق عليهم صدقة شهرية. واضح؟